بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعدوتك من خالفك. اللهم احفظنا في أنفسنا وفي ديننا ودنيانا وذرياتنا إلى يوم الدين يا رب العالمين، واقبضنا إليك غير مفتونين بحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين آمين. نتكلم اليوم بعدما انتهينا من موضوع الطلاق، فصل في أحكام الرجعة. الرجعة اللي هي إيه؟ المرة من الرجوع، يعني دي معناها الرجعة، وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص. هي أصلها إيه؟ من القرآن. أصلها يعني دليلها من القرآن. ربنا يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن، أي النساء المطلقات، كويس، في ذلك أي في العدة. يبقى في ذلك يعني في العدة، يبقى في ذلك هنا إشارة للعدة. إن أرادوا إصلاحا، الإمام الشافعي قال لك على كلمة إصلاحا هنا في الآية دي إيه؟ إن أرادوا الرجوع، يبقى الإصلاح هنا هو الرجوع، يعني مداومة الزواج. فهمت إزاي؟ يبقى ده أصلها من القرآن. شرعا بقى بيعرفها إيه هو الرد للعدة دي بقى اللي هي الرجعة، يعني بيقول هي رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن، بالشروط دي كلها، عدة طلاق غير بائن. لما يقول غير بائن يعني ايه؟ يعني يخرج المطلقة بعوض، المطلقة بعوض هو الخلع. واحنا قلنا ما ينفعش ان يردها في عدتها المطلقة، ايه؟ لان اسمها بينونة صغرى. فما يقول ايه؟ عدة طلاق غير بائن، يخرج المطلقة بعوض ويخرج المطلقة ثلاث مرات. فهمت بقى ازاي؟ يخرج البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. البينونة الصغرى كطلاق بحكم قاضي، طلاق للضرر، او طلاق بعوض، ما يعرفش يردها في العدة اذا كان بحكم قاضي او طلاق بعوض يعني بخلع، كويس. وكذلك لا يستطيع ان يردها لو كانت في العدة ولكن من الطلقة الثالثة، ما يستطيعش ان هو يردها. عشان كده قال لك ايه؟ رد المرأة الى النكاح في عدة، يعني اثناء فترة العدة، في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص. على وجه مخصوص عشان يقول لك شروط العدة. فهمت ازاي؟ يعني شروط العدة انها اولا يبقى الطلاق اقل من ثلاثة، مش كده برضو؟ دي اول حاجة. وأن يكون بعد الدخول، يعني لو طلق امرأة بعد ما عقد عليها قبل أن يدخل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهمت ازاي؟ ملهاش عدة، يبقى بالتالي ما يعرفش يردها. يبقى لو طلق امرأة قبل الدخول لا يستطيع ردها بالعدة، حيث أن لا عدة لها أصلا، مش كده برضه؟ يبقى أول حاجة أن يكون الطلاق أقل من ثلاث، وأنها تكون بعد الدخول عشان يبقى يعرف يردها في عدة، كويس، اللي هي شروط العدة.
وألا يكون الطلاق بعوض زي ما قلنا، وأن تكون ما زالت في العدة. والعدة دي حاجة من ثلاثة، إما بالأقراء اللي هي في الحيض، يبقى الأطهار، أو بوضع الحمل للحوامل، أو ثلاث شهور لله لم يحد أو انقطع حيض، يبقى العدة فيها ثلاث إيه أنواع. عدة الحامل حتى تضع حملها، طلقها وهي حامل له أن يردها ما لم تضع حملها، فإن وضعت حملها انقضت عدتها، فما يعرفش بقى يردها بعد العدة. فهمت بقى؟ يبقى لو عايز يتجوز يتجوزها بعقد جديد ومهر جديد وشغلانه ثانيه. فيبقى احنا ايه يشترط، خد بالك من شروط العده دي مهمه، ان يبقى في الطلقه اللي هي اقل من ثلاثه، وان يكون بعد الدخول، والا يكون الطلاق على عوض، وان يكون في اثناء العده. اربع شروط مهمين. عوض يعني عوض يعني مقابل، على مقابل. فالخلع، في الخلع مش بتدفع مقابل عشان يطلعها، ده اسمه عوض. فهمت ازاي؟ ما احنا لما نقول الطلاق بعوض يعني الخلع. وخرج، خد بالك بقى، بطلاق، ما هو قال لك ايه؟ رد المراه الى النكاح في عده طلاق. كلمه طلاق دي بقت ايه؟ تخرج وطئ الشبهه. يعني امراه مزوجه وطئت وطئ شبهه، يعني اغتصبوها مثلا زي الوقت يحصل، خطفوها واغتصبها رجال وهي مزوجه، هيبقى ليها عده بعد الاغتصاب ده، علشان نستبرئ ايه؟ ليكون حملت من المصيبه دي اللي جت لها. فاهم؟ وبعد ما تنقضي عدتها من وطئ الشبهه تفضل مراته. يبقى هنا العده هنا مش من طلاق، ده من وطئ شبهه. فهمت بقى المساله؟ وطئ الشبهه ليه صور كتيره، بس المعاصره، الصور المعاصره هي ايه؟ اغتصبوا، خطفوها واغتصبوا. ليه امثله كتيره وطئ الشبهه؟ كان تكون نامت مثلا في بيت اختها وزوج اختها اعمى ضرير، فجاب الليل فاكر ان ده زوجته، وهي نايمه ونومها تقيل، فوطئها ظنا منه انها زوجته. صور يعني حاجات قد تحدث. فهمت ازاي؟ فاستيقظت وجدته ايه؟ جامع. يبقى اسمه وطئ شبهه، لا يوصف بالحل ولا بالحرمه، لا تقول عليه حرام ولا حلال، ده كده قدر، مصيبه جت لها في وطئ الشبهه. لكن الاغتصاب حرام، يوصف بالحرمه، لكن وطئ الشبهه في الصوره الثانيه اللي انا قلتها لك دي لا يوصف بحل ولا بحرمه، لانه حاجه بغير عمد، هو صاب متصور انها زوجته وهو اعمى. فهمت بقى؟ يبقى في الحالة دي بقى إيه؟ برضه ليها عدة، بس مش عدة طلاق. العدة هنا باستبراء الرحم، علشان كده قال لك إيه؟ وخرج بكلمة طلاق وطئ الشبهة والظهار. فهمت إزاي؟ الظهار برضه لما بيرجع يجامعها تاني بعد الظهار، بيجامعها بعد زوال المانع. المانع وهو الظهار إيه؟ بفعل الكفارة. فهمت إزاي؟ يبقى ملوش عدة، الظهار ملوش عدة. يعني ظهر من زوجته، هنقرا حكم الظهار، وفضل مش قادر يعمل الكفارة لمدة سنة، تفضل مراته السنة دي. فهمت ازاي؟ ملهاش عدة، لحد ما يكفر، وبعد ما يكفر يمسها. فهمت بقى ازاي؟ فيبقى التأخر في الظهار ده ما اسموش عدة، ده لحين فعل الكفارة. مش كده برضه؟ مش بيقول قبل ان تمسوها؟ فان استباحه الوطئ فيهما بعد زوال المانع. وفي الحاله دي ايه؟ لا تسمى رجعه. يبقى لما بيطأ زوجته بعد زوال مانع الظهار ما يسماهاش رجعه، لان مش من طلاق. وكذلك لما يزول مانع الحيض، طب ما الراجل بيمتنع من ايه؟ من وطئ زوجته فتره الحيض، ده ما يسماش ايه؟ عده. لأن برضه ده بعد زوال المانع. وكذلك امتناعه من أن يجامعها لأنها محرمة أو صائمة في نهار رمضان، كل ده ما اسموش، عشان كده قالك بطلاق. شفت بقى؟ مهمة مهمة الحكاية دي. فخرج بطلاق وطئ الشبهة والظهار، فإن استباحة الوطئ فيما بعد زوال المانع، وهذا لا يسمى رجعة. فهمت بقى الكلام؟ دقة الفقهاء يعني.
انا عايزك تتصور دقة الفقهاء بس. يعني خرج يا مولانا تبقى لا يجوز. خرج يعني ما تبقاش متدخلة في التعريف، ما تستناش رجع. وهو عايز يخليك التعريف جامع مانع، جامع يعني يجمع كل صور المطلوب ويمنع دخول اي صورة مخالفة. ده التعريف كده، يبقى جامع مانع يجمع كل الصور ويمنع دخول ما ليس منه. فهمت ازاي؟ عشان يبقى تعريف جامع. واذا طلق شخص امرأته واحدة او اثنتين فله بغير اذنها مراجعته ما لم تنقلع عدته. كلام واضح، ده مش عايز تشرح. واحد طلق مراته اول مرة او طلقها مرتين فله ايه؟ انه يراجعها بغير اذنها، لانها ما زالت تحت عصمته طالما في فترة العدة. فله بغير اذنها مراجعتها ما لم تنقضي عدته طالما في فترة العدة. واحنا قلنا العدة ايه؟ ثلاث صور، اما حامل قبل ان تضع حملها، او تكون من ولاة الحيض فعدتها ثلاثة اطهار عند الشافعية، او ثلاثة حيضات عند الاحناف. واذا كانت من لا يئسن من المحيض يبقى ثلاثة اشهر. واضح؟ ثلاثة اشهر ايه؟ قمرية، مش ثلاثة اشهر ميلادية. فهمت؟ قمرية. وتحصل الرجعة، كيفية الرجعة بقى ايه؟ الشافعية قالك لازم باللفظ، ما ينفعش بالفعل، لازم ينطق. وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ، من الناطق عشان يخرج لك الأخرس، تحدث الرجعة من الأخرس بالإشارة المفهمة، الإشارة اللي هي المفهمة، لكن من الناطق لازم باللفظ. فهمت؟ منها ايه الألفاظ اللي يقول راجعتك؟ وما تصرف منه؟ يلا نرجع لبعض بقى، ترجع المياه لمجاريها، اي كلمة فيها ايه؟ نوع من المراجعة. فهمت ازاي؟ او راجعتك وما تصرف منه. والاصح ان قول المرتجع رددتك لنكاحي وامسكتك عليه صريحا ايضا في الرجعة، وان قوله تزوجتك او نكحتك كنايتان، كنايتان ليه؟ لانه اصلا متجوزك. وايه نكحتك؟ ما هو اصلا منكح. فهمت ازاي؟ وبالتالي دول يعتبروا كنايات. كنايات يعني ايه؟ يعني تساله على نيته. انت تقصد باللفظ ده انك ترجع؟ يبقى اه. فهمت ازاي؟ ادي معنى الكنايه. ضروري حضورها ولا ممكن في غيبتها؟ لا، ما هو بغير اذنها لكن يسمح. مش يستاذنها في المراجعه، يعني يقول لها انا رجعتك. واخد بالك؟ ولا تصح بالنيه من غير اللفظ. يعني ما ينفعش بينه وبين نفسه كده يقول ان ايه رجعتها بقلبه. ما ينفع، لازم يتلفظ. ولفظ ايه؟ يسمعها. وحتى لو لم يسمعها، ويصح اللفظ منه او من نائبه، من الوكيل بتاعه. فهمت ازاي؟ ولا تصح بالنية من غير لفظ، ولا تصح بالفعل برضه كوطئ. افرض جماعها هو ساكت كده عند الامام ابو حنيفه يقول لك دي رجعه. الامام ابو حنيفه يقول لك تكون الرجعه باللفظ او بالفعل. الشافعي يقول لك لا، اللفظ بس، الفعل ما ينفعش، مش دليل على الرجعه الفعل. فهم؟ وشرط المرتجع اللي هو رجعها ان لم يكن محرما اهليه النكاح بنفسه. خرج طبعا المحرم، لان المحرم ليس اهلا ان ينكح بنفسه، مش كده برضه؟ لان من محظورات الاحرام ايه؟ عقد النكاح. وشرط المرتجع ان لم يكن محرما اهليه النكاح بنفسه، وحينئذ فتصح رجعه السكران يعني بالتعدي. ما احنا قلنا ان الطلاق من السكران المتعدي يقع، يبقى تصح الرجعه ايضا من السكران المتعدي كما يصح الطلاق منه. واضح؟ طب الطلاق المتعدي يقع عقابا، طب رجعته؟ استدامة لما كان عليه. لا رجعة المرتد، يبقى خد بالك، افرض هو طلقها وفي العدة ارتد كفر. ما ينفعش يراجعها بقى خلاص، لأنه المرتد ليس أهلا للنكاح أصلا. فهمت بقى؟ بخلاف لا رجعة المرتد، ولا رجعة الصبي والمجنون.
المجنون لا يصح طلاقه ولا يصح رجعته، لانه اصلا غير مسؤول عن لفظه. وكذلك مين؟ الصبي. لو صبي متزوج، احنا قلنا الشرع يجيز ذلك والقانون لا يجيز ذلك. حاليا القانون لا يجيز ذلك، لكن الشرع يجيز ان الصبي يتزوج، بس ايه؟ يزوجه وليه، لان الصبي الفاظه لا تعقد بها العقود، لانه ليس اهلا للالفاظ، فهمت؟ بولايه الاجبار يعني. فلو الصبي زوجه وليه، ابوه يعني او جده، وجاء الصبي طلق، طلاقه لا يقع بلفظه، بل يقع بلفظ من زوجه، فهم؟ وكذلك الرجعة لا تتم الرجعة بلفظه، بل بلفظ من زوجه، ده للصبي. والمجنون ما ينفعش الرجعة بتاعته طول ما هو مجنون، لأنه غير مكلف. واضح؟ لأن كل منهم ليس أهلا للنكاح بنفسه. لكن السفيه والعبد، السفيه ده سفاهته متعلقة بتصرفاته المالية، فيصح طلاقه ويصح رجعته. فهمت بقى ازاي؟ بخلاف السفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال يعني. والعبد، والعبد كذلك تصح رجعته، فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد. في حين أن العبد لابد من إذن السيد عشان يتزوج. فهمت ازاي؟ ده في ساعة الزواج. طب في الرجعة مش محتاج إذن السيد، ليه؟ لأنه استدامة ما كان عليه. والطلاق برضه مش محتاج. وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد. فهمت ازاي؟ الولي للسفيه والسيد تعود على ايه؟ على عبد. طيب، فإن انقضت عدتها، اللي هي الرجعية دي بقى، العدة الطلقة الرجعية، يسموها الرجعية يعني ايه؟ لأنه يستطيع أن يرجع. فإن انقضت عدتها، يعني انقضت عدتها ايه؟ بوضع الحمل للحامل، او بانتهاء الاقراء لذوات الاقراء اللي هي الحيضة او الطهر، او الثلاثة اشهر للآيسة او التي لم تحض. واضح؟ يعني انقضت العدة بتاعتها، حل له اي زوجها نكاحها بعقد جديد. في الحالة دي بقى ما يراجعهاش، لا، ده لازم يتجوزها بعقد جديد. واضح؟ حل له، يعني يجوز له، أي زوجها نكاحها بعقد جديد، وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق. يعني هو طلقها أول طلق وسابها لما انقضت عدتها، خلاص عايز يتجوزها تاني، يروح تاني يطلب إيه ده ويعمل عقد جديد وتزوج، بس الطلقة الأولانية محسوبة. ولو تزوجت غيره، ولو تخللت هذه الفترة بالزواج برجل غيره، هتجيله برضه بالطلقات اللي طلعها أولا. ليه؟ لأن زواجها بالرجل غيره ليس له أثر في حل الزواج منها، يعني كأن لأن وجوده كعدمه، لأنه لم يستفرغ كل الطلقات. فطالما وجوده كعدمه في حل التزوج بها، وبالتالي لا ينقض عدد الطلقات السابقة. فهمت المسألة؟ بخلاف ما لو طلقها ثلاثا فانقضت عدتها وتزوجت غيره، ثم طلق هذا الغير، له أن يتزوج بعقد جديد وتعود إليه بثلاث طلقات، لأنه في الحالة دي زواجه مؤثر اللي هي إيه؟ تحل له. فهمت المسألة دي؟ شكر تاني عند الشافعية في قضية الفتن؟ لا، الشافعية ده مذهبهم كده. والعلة زي ما قلت لك ان لا اثر له وجودك عدم، يعني سواء تزوجت بعد او لو تتزوج، طالما رجعية هو يمكن ان يتزوج بعقد جديد في اي حال من الاحوال. فطالما لا يؤثر في المنع، لا يؤثر في الاباحة، فلا يؤثر في ايه؟ في هدم العقد. فهمت بقى المسألة؟ فان انقضت عدتها، اي الرجعية، حل له اي زوجها نكاحها بعقد جديد، وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق. يعني لو كان مطلقها مرتين وانقضت العدة، اتجوزها تاني بعقد جديد، بس قدامها طلقة واحدة، بعد كده تبين منه. فهمت بقى المسألة؟ سواء اتصلت بزوج غيره ام لا، اللي قلت لك لان وجودك عدم،
ما لم تستوفي عدد الطلقات، فإن استوفت عدد الطلقات كان وجوده له أثر في حلها للأول بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها، فتعود إليه بعدد الطلقات كالجديدة. واضح الكلام؟ فإن طلقها زوجها ثلاثا إن كان حرا، إحنا قلنا الحر أقصى عدد الطلقات يطلق زوجته ثلاث مرات وبعد كده تبين منه، لكن العبد هي طلقتين بعد الثانية ما يعرفش يردها لو كان عبد. واضح؟ فإن طلقها زوجها ثلاثا إن كان حرا أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده لم تحل له ولو بملك اليمين، لم تحل له حتى ولو بملك اليمين. يعني افرض انه طلق زوجته ولو بملك اليمين في المتن، لا ده انا بشرحها لك، انا بشرحها لك، انا بقول كلام في وسط الكلام، امال انا فايدتي ايه؟ امال انا فايدتي ايه؟ فايدة الشيخ انه يشرح لك. انا فاكر حضرتك قريت المتن وبعد كده تشرح، انا بقولها كده في وسط الكلام عشان تعرف اهميه الشيخ. الكتاب لوحده من غير الشيخ ما ينفعش، ما انت بتشوف الناس اللي بتقرا الكتب من غير الشيخ عامله ايه دلوقتي؟ مقطعه الدنيا في الاعلام. فانا عايزين نعلمهم انه يقعد الاول يربع كده سنين قبل ما يقعد قدام الميكروفون عشان ايه؟ يستريح ويريح. فبيقول لك فان طلقها زوجها ثلاثا ان كان حرا او طلقتين ان كان عبدا قبل الدخول او بعده لم تحل له. ممكن يجي في سؤال، طب هل تحل له بملك اليمين؟ يعني هو طلق زوجته الأمة، فهمت ازاي؟ ثلاث طلقات، هو كان متزوج أمة وهو حر، فطلق الأمة ثلاث طلقات فبانت منه، ثم اشتراها من صاحبه سيده فصارت أمة عنده وهي كانت زوجته، لا تحل له أن يفترشها. هي قالت إليه ملك، بس هو مطلقها ثلاثة، فلا تحل لا بزواج ولا بملك يمين تاني حتى تنكح زوجا غيره. فهمت المسألة بقى؟ وده مش مؤثر؟ لا، ان هو بقت جديدة. لا، جديدة ايه؟ فين فين الجديدة؟ هي جديدة كأمة ملكا له لكن ليست كفراش حتى تنكح زوجا غيره. فهمت ازاي؟ لم تحل له إلا تحل له بعد وجود خمس شرائط. يبقى طلقها ثلاثا امتى تحل له؟ تحل لزوجها الاول بعد ايه؟ خمس شروط. اولا انقضاء عدتها منه من الزوج الثاني اللي هيتزوجها بعد الثلاثه، لازم ايه؟ تنقضي عدتها منه اللي هو المطلق، والثاني تزوجها بغيره. يبقى اول حاجه طلقها الثالثه لازم تنقضي عدتها منه وبعدين تتجوز راجل ثاني، وبعدين الراجل الثاني يدخل بها. فهمت ازاي؟ وبعد ما يدخل بها يطلقها وبعدين تنقضي عدتها، واخد بالك؟ وبعدين يتزوجها. فهمت بقى المساله؟ يبقى احدها انقضاء عدتها منه يعني من المطلق، والثاني تزويجها بغيره تزويجا صحيحا. خد بالك كلمه تزويجا صحيحا دي مهمه، اصل الفقهاء دول يعني ايه فاهمين دقه كلامهم. اما يقول لها تزويجا صحيحا يخرب بالتزويج الوطء بملك اليمين، فلا تحل له لو وطئها بملك اليمين او بالشكر. يعني هي أمة تزوج أمة وطلقها ثلاثا، هذه الأمة ملك سيدها بعدما بانت منه بزوال عدتها، لصاحبها للسيد ان يطأها بملك اليمين، وطئ السيد لها لا يحلها له لانها وطئها بغير زواج. فهمت بقى المسألة؟ لازم بتزويج صحيح. فهمت بقى المسألة؟ خليك ايه مصحصح. تزويجا فخرج بالتزويج الوطء بملك اليمين او الوطء بالشبهة. افرض هو طلعها ثلاثة وبعدين خطف عيال في التوك توك واغتصبوها. فهمت ازاي؟ برضه شبهة. برضه لا تحل له. لأنه مش بالتزويج. وخرج كمان بكلمة الصحيح، يبقى خرج بالتزويج الوطء بملك اليمين وبالشبهة، وخرج بكلمة الصحيح الوطء الفاسد، الزواج الفاسد. خرج الايه؟ بكلمة الصحيح خرج التزويج الفاسد. ايه التزويج الفاسد؟ يجيب راجل يقول له ايه؟
علشان بقى ايه تحل له زي ما بيجي في الافلام كده، يجيب لك فريد شوقي واخد بالك في الفيلم ويتفق معاه انه يتجوز البطله الثانيه اللي هو مطلعها 3 مرات في الافلام، عملوها الحاجات دي، ويتفق معاه انه يعقد عليها العقد وانه هو بعد الدخله ثاني يوم يطلقها، ويتفق كده معاه في العقد، يبقى ده تزويج باطل غير صحيح فاسد، لانه مشروط والشرط في العقد، ده تزويج فاسد. او يشترط معاه الا يدخل بيت، يعقد عليها وبعد يومين يطلقها بس ما تدخلش بيه، واللي ده اسمه تزويج فاسد فلا تحل له برضه. فهمت بقى المساله؟ لا، لو اتفقوا من غير صلب العقد صحه مع الاثم، ياثم. يعني افرض ان هو ما قالش كده في صلب العقد، قال له انت تتجوزها يوم واحد بس دخول وتطلقها لي تاني يوم، ده بينه وبينه الاول اتكلموا كده قبل ما يجي المأذون، وبعدين جه المأذون عملوا العقد وما قالوش الشرط ده اثناء العقد، صح العقد وصح الزواج وتحل له ولكن مع الاثم، ياثم. وعشان كده النبي قال ايه؟ التيس المستعار، وقال لعن الله المحلل والمحلل له، يلعن باسمه، يبقى ملعون، يبقى فاعل كبيره وزواجه صحيح. فهمت بقى المساله؟ لكن لو نص في العقد ده سواء فاسد، عقد فاسد. فهمت الفرق في الصورتين؟ ما هو هروها افلام، القضايا دي هروها افلام. يبقى احنا كده ايه؟ الثالث بقى دخوله اي الغير، لابد ان يعقد عقد صحيح زواج صحيح الغير ده، وانه يدخل بها، حتى يقول لك حتى يدخل بها، اللي هو عادل امام في المسرحيه قاعد يقول لك حتى يدخل بها، اهو ده الدخول شرط، مش كده برضه؟ في مسرحيه ايه؟ سيد الشغال. اه طب شفت انت تتعلم فقه وفي المسرحيه. والثالث دخوله اي الغير بها، مش كده وبس، مش دخول بها وبس ويقفل عليه الاوضه، لا، واصابتها يعني يجامع. النبي بيقول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، كويس، واصابتها بان يولج حشفته اي قدرها من مقطوعها بقبل المراه لا بدبوره ولو في حيضتها. طب ما هو الجماع في الحيض حرام، اه حرام، بس ايه يصح الدخول مع اسمه انه ايه جماع ويبعد، وان حرم ذلك او في اثناء صيامها في نهار رمضان حرام، بس تحل للي بعده لو طلعها، بالرغم ان وضع حرام. فهمت ازاي؟ طالما في قبولها لا في دبره، وكون المولج ممن يمكن جماعه لا طفلا، مش يجوزها الطفل، والطفل ما يعرفش يجامع. فهمت ازاي؟ والرابع بين نكهه منه، يعني من الغير، الراجل بقى اللي جاي ده اللي اتجوزها لازم كمان بعد ده كله يطلقها وتنقضي عدتها ما يردهاش فيه، فبانت منه، ساعتها يروح بقى ايه؟ الزوج الاولي بقى. وبينونتها منه اي الغير، والخامس انقضاء عدتها منه. فهمت بقى ازاي؟ اه تنفع عدة الوفاة. فصل في بيان احكام الايلاء، كده احنا خلصنا الرجعة، نخش بقى في احكام الايلاء. ايه هو الايلاء؟ الايلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر، الايه بتقول يؤلون، يعني ايه؟ يعني حلف الا يجامع زوجته، ما طلقهاش، ده حلف ان ما يجامعهاش، تفضل زوجته. كان في الجاهليه بيعتبروه طلاق، يشبه الطلاق يعني، بس طلاق معلق، فلا تبقى ليها زوج ولا تعرف تتجوز غيره، فده نوع من الضرر والايذاء. فهمت بقى؟ الشرع في الجاهليه كانوا يخلوه سنه، لو قال من زوجتي يدوا له مده سنه فيا يرجع يا يطلق بقى، لكن الشرع قال لك 4 شهور بس اقصى حاجه، ما يزودش 4 شهور. وهو لغه مصدر آلى يولي إيلاء اذا حلف، يبقى ايه؟ آلى يعني حلف، آلى على نفسه كذا يعني اقسم على نفسه كذا، كويس؟ خد بالك يتعدى بعلى، آلى على نفسه يعني حلف على كذا،
لكن شوف الآية للذين يؤلون من نسائهم مش على نسائهم. الآية قالت من، يبقى فيها تضمين معنى. لما يجيب لك حرف يتعدى غير الحرف المعتاد للفعل يبقى ضمن جملة جديدة، ضمن فيها جملة جديدة. يعني ايه؟ يعني لما يقول ايه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، لانه قال فيها معنى البعد، يعني حلف ان يبتعد. فيها معنى البعد كمان، حلف ان يبتعد. فهمت ازاي؟ يعني كأنه قال ايه للذين يؤلون اي مبعدين انفسهم من نسائهم، واخد بالك ازاي؟ فضمن معنى البعد. لما قال من نسائهم ضمن معنى البعد. فهمت بقى ازاي؟ حيث استبدل الحرف بمن بدل ايه؟ على. يبقى ده يسموه التضمين، ضمن معنى جديد. كتير تلاقي معاني التضمين دي كتيره في اللغه، زي مثلا ايه؟ وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، سوره الاحقاف. وقال الذين كفروا، هم قالوا كده للذين امنوا ولا قالوا للكفار اللي زيهم عن الذين امنوا؟ مش كده برضه؟ هم قالوا للكفار اللي زيهم عن الذين امنوا، لكن الايه بتقول وقال الذين كفروا عن الذين امنوا للذين كفروا امثالهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه، ادي المعنى. طب ليه ربنا ايه ما قالش المعنى بالوضوح ده؟ غير الحرف المتعدي. وقال الذين كفروا بدل ما يقول عن الذين امنوا قال للذين امنوا، ليضمن معنى ايه؟ اي قال ذلك عن الذين امنوا مضمن معنى علو الذين امنوا عليه. واخد بالك ازاي؟ لان اللام هنا لام النسبه والعلو، فضمن معنى علو الذين امنوا عليه. فهمت ازاي؟ وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا لتعاليهم عليهم باختيار دين آخر لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فهمت ازاي؟ زي برضو ايه معاني التضمين كتيرة في القرآن. وقالوا لن نؤمن لك حتى بتاع شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها، هي المفروض أن نعود إليها، مش كده برضو في سيدنا شعيب؟ وقالوا يا شعيب لن نؤمن لك حتى، اللي هي سورة الأعراف، ونقولها وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا نقول الآية زي ما هي سورة الأعراف. سورة الأعراف يقول إيه؟ طلعوا لنا من سورة الأعراف، ما احنا كلنا حافظينها، نجيبها لك من سورة الأعراف لأنها مهمة. موضوع التضمين ده مهم تفهمه، لأن ده مهم، لأن في ناس كتير مش واخدة بالها منه. نجيبها لك في الأعراف بتاع سيدنا شعيب، لأن هينبني عليه على فكرة مشكلة تعود إلى إيه؟ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أو لتعودن، ما قالش إلى، هي أصلا عاد إلى مش عاد فيه. هو أنت بتقول أنا عدت في البيت ولا عدت إلى البيت؟ طب ليه ما قالش عاد إلى؟ تضمين معنى أنهم تعود فيها، أي تدخل في ملتنا حيث أنك لم تكن فيها. فهمت بقى إزاي؟ ضمن النفي انه لم يكن فيها اصلا، عاد الى الشيء معناه كان فيه ثم تركه ليعود اليه. فلو قال او لتعودن الى ملتنا تضمن معنى انه كان في ملتهم قبل البعثه، مش كده برضه؟ واحنا عندنا الانبياء لا يجوز في حقهم الكفر قبل البعثه وبعدها، فدل على ان لم يكن في الكفر اصلا. فهمت ازاي؟ وبالتالي الانبياء معصومون من الكفر قبل البعثه وبعدها. يجي واحد يقول لك طب ازاي ايه لتعودن في ملتنا؟ قال لك ما قال لتعودن في، ولم يقل لتعودن الى. لو قال الى يبقى كانوا في الكفر ثم تركوه ودخلوا في الايمان فعايزينهم يعودوا تاني، لكن لما قال في يعني تدخلوا فيها حيث انكم لم تكونوا فيه.
عشان كده قال وما يكون لنا ان نعود فيها، ما قالش نعود اليها، يعني ندخل فيها، حيث انه لم يكن فيها اصلا لانه معصوم. شفت معنى التضمين مهم ازاي؟ هيدي لك معاني مهمه، لان هينبني عليها ايه فهم ايات اخرى كثيره. هنا برضو للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني إيه؟ أما قال من، هو أصلا للذين يقولون إيه على، يعني حلف على، لا قال من نساء، يعني مبعدين أنفسهم من نسائهم، فضمن معنى البعد. طيب نيجي بقى حكم الإله إيه؟ حرام بالإجماع. حكم الإله انه يحلف انه لا يقرب زوجته اربعة اشهر او اكثر حرام بالاجماع. طب حرام كبيرة ولا حرام مستغائر؟ اختلف، والراجح عند الامام الرملي انه من الصغائر. فهمت ازاي؟ يبقى هو ليه حرام بالاجماع؟ لانه ايذاء، ايذاء للزوج، والايذاء حرام. وهل هو صغير ام كبير؟ خلاف، ورجح الامام الرملي انه صغير. شرعا معناه ايه الإله بقى؟ حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبولها مطلقا او فوق أربعة أشهر. يعني اما مطلقا يعني بغير مدة، مش محدد مدة، او حدد مدة فوق أربع شهور، لكن لو قال ألا يقربها شهرا ما يبقاش مولي. لو قال ألا يقربها شهرين ما يبقاش إله، ما دخلش في الحكم المثالي. لو قال ألا يقربها أربعة أشهر، فوق أربعة أشهر، لو قال أربعة أشهر بالظبط يبقى مش مولي. فهمت؟ لكن لازم فوق أربعة أشهر، خمسة أشهر، أربعة أشهر ولو بيوم. أو مطلقا يعني بغير تحديد مدة. قال لا والله لا أقربك أبدا. فهمت إزاي؟ يبقى مطلقا يعني بغير مدة، أو حدد مدة فوق الأربعة أشهر. كويس؟ يبقى في الحالة دي ولازم يكون من زوج يصح طلاقه. يعني لو قال كده صبي ما يمناش، مجنون ما تنفع، مش إله، لأن لا يصح طلاق. أو لو كان عنين يعني أصلا هو لا يطأ، يبقى ده تحصيل حاصل، ما يعتبرش إله. أو مكبوب مقطوع الذكر، يعني حلف قال لا يقربها، طب ما أنت كده كده ما بتقربهاش، يبقى ده مش إله. فهمت بقى المسألة؟ لازم الإله من زوج يصح طلاقه وان يمتنع من وطئ زوجته لانه قادر على الجماع. انما لو كان عاجز عن الجماع يبقى ملوش اله، لانه كده كده تحصيل حظ. وهذا المعنى ماخوذ من قول المصنف واذا حلف الا يطأ زوجته وطئا مطلقا، مطلقا يعني بغير مده محدده، ادي معنى مطلق، او مده اي وطئا مقيدا بمده تزيد على اربعه اشهر، فهو اي الحالف المذكور مول من زوجته، سواء حلف بالله تعالى او بصفة من صفاته، او علق وطأ زوجتي بطلاق او عتق. سواء حلف بالله قال والله، او مثلا قال ايه ودي العزة والجلال، صفة من صفاته، يعني اما باسم من اسماء الله او بصفة من صفاته، لا اقربك. كويس؟ او علق وطأ زوجتي بطلاق او عتق، كقوله ان وطأتك فانت طالق، يعني او قال لها لا أطأك حتى أطلق زوجتي الأولى، أو حتى أطلق، أو أنت طالق إن وطأتك، أو لا أطلقك حتى أعتق عبدي هذا، وهو لم يعتق عبده، يبقى مولي برضه. فهمت إزاي؟ يبقى يسموه إلاء معلق. وكذا لو قال إن وطأتك فلله علي، يعني نذر بقى، إن وطأتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، فإنه يكون موليا أيضا. ليه؟ لأنه قد يمتنع حتى لا يجب عليه النزل، وقد يمتنع حتى لا يجب عليه الطلاق، وقد يمتنع حتى لا يجب عليه العتق، فيكون عنده دافع أن يمتنع. فهمت إزاي؟ فيبقى ده برضو إله. ويؤجل له، نعمل إيه في الراجل ده اللي حلف بقى ده؟ نديله فرصة أربع شهور. فهمت إزاي؟ يا يعقل وتعود المال لمجاريها، يا إما إيه؟ تعود المال لمجاريها ويكفر عن يمينه، أو إنه ترفع للقاضي فيطلقها للضرر. ترفع أمره للقاضي فيطلقها القاضي للضرر، يبقى عندنا احتمالين،
بعد الاربع شهور يعود الى ما كان عليه ويكفر عن يمينه باطعام 10 مساكين او كسوتهم وتحرير رقبه التخيير، فان لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم، يبقى يكفر ويعود على ما كان عليه. دي اول حاجه، لا عايز يكفر ولا عايز يعود ومعاند، ترفع قضيه للقاضي. فهمت ازاي؟ يقوم القاضي يطلقها عليه. واضح الكلام؟ طب كم مكره يا دكتور لو يكفر ولا مكفر؟ يعني ايه مكره؟ يعني واحد اكرهه على حلف، ما لا يقع الالاء بالكره في الاكراه. لا لكن التعدى موته. برضه لا يقع، طول ما الاكراه عليه هو لا هو فاقد الاختيار. شروط الاكراه. اه؟ شروط الاكراه. اكراه له شروط، ان اولا المكره عنده القدره على تنفيذ ما اكرهه عليه، عنده سلطه ان ينفذ ما اكرهه عليه، ويكون هذا الاكراه يؤدي الى ايذاء له في بدنه او ماله. كويس. يبقى ويؤجل له ان يمهل المولي حتما حرا كان او عبدا في زوجه مطيقه للوطئ ان سالت ذلك 4 اشهر. طب افرض هو حلف قال لها 4 اشهر ومرت ال4 اشهر وهي قالت الحمد لله استريحت منه ولا راحت اشتكت ولا حاجه، خلاص احنا طبعا مش مضروره، لان اصلا الهدف رفع الضرر عنها، هي قبلت كده ومبسوطه كده خلاص مالناش دعوه بيهم. فهمت بقى ازاي؟ ولا يأثم ولا يكفر الحاجه. اصل سبب الاثم ايه؟ الضرر. هي مش مضروره. ويرجع بعد 15 يكفر ولا ما يكفرش؟ لو رجع وقت ما يرجع يكفر. يكفر عشان يعني حتى ولو لم تضر، عشان هو حلف مش يمين. ولا تطلق الا بالقاضي ان لم يكفر. طبعا لو ما ينفعش يعني هي تطلب الطلاق الا عن طريق القاضي، او لو طلبته منه وطلقها خلاص ما بقاش في اشكال. لكن افرض طلبته من اللي هو معلقها، لا عايز يعاشرها المعاشره الطبيعيه ولا عايز ايه يعني يطلقها بيأذيها يعني، يبقى ساعتها هتروح للقاضي لرفع الضرر. وعشان كده قال لك ان سألت ذلك 4 اشهر وابتداؤها في الزوجه من الإيلاء وفي الرجعيه من الرجعه. يعني يبتدي لمده ال4 شهور ايه؟ من الإيلاء القاسم او من الرجعيه، من ايه؟ في الرجعيه من الرجعه. ثم بعد انقضاء هذه المده يخير المولي، يخير المولي بين ايه؟ بين الفيئه بان يولج المولي حشفته وقدرها من مقطوعها بقبل المراه مع التكفير، هو عيل والتكفير، حقها تقول مع التكفير. بس بتفتكر انه يخير بين التكفير وبين البتاع، لا ده الاثنين. فالواو لما تبقى معها احسن، زي ما قال الشيخ البيجوري في الحاشيه. مع التكفير لليمين ان كان حلفه بالله تعالى على ترك وطئها. كويس؟ أو الحالة الخاصة الثانية أو الطلاق بقى للمحلوف عليها، فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق طلق عليه الحاجة. يعني الأول إحنا هنخيره، يا تعود إلى ما أنت عليه وتكفر عن يمينك أو إنك تطلقها. طب طلقها مش محتاجين الحاكم بقى؟ استريح؟ لا ممتنع، يبقى نروح للحاكم بقى القاضي. فهمت؟ فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق، الفيئة أو الطلاق يعني، طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية، فإن طلق أكثر منها لم يقع. فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلى. تيجي نقول لكم الظهر ولا كفاية عليكم؟ نخلي الظهر المرة الجاية؟ هو الظهر سهل كلمتين. عشان إيه؟ إحنا طولنا كده؟ طيب خلاص نخلصه لكم كده في 5 دقايق ولا 10 دقايق. عشان نخلص الحركات اللي بيعملها الرجاله وكلها حرام في حرام، الإيلاء ده حرام والزهار حرام والعك اللي بيعك الرجاله. فصل في بيان احكام الظهار. الظهار بقى احنا قلنا الإيلاء حرام لانه ايذاء واختلف هل هو كبيره ولا صغير، انما الظهار بقى حرام بالاجماع وكبيره بالاجماع، بدليل قول الله سبحانه وتعالى منكر من القول وزورا، وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. والمنكر والزور من جنس الكبائر مش كده برضو؟ الظهار لغه ماخوذ من الظهر وشرعا تشبيه، لان دي عاده جاهليه على فكره، كان يقول لما يتخانق مع امراته لا انت عليك ظهر امي،
يسيبها كده معلقه بقى، لا يطلقها ولا اسمها مطلقه ولا اسمها مزوجه. فهمت ازاي؟ عند المالكيه عند الشافعيه لا، عند المالكيه يقع لو قال لها حتى انت علي حرام كأمي، حرام كأمي، امه على بعضها كده. عند الشافعيه يقول لك لا، لازم بعضها، ولا يوجد نموذج او فرع من الفروع البعض اقوى من الكل الا في الزهار. عند الشافعيه البعض اللي هو الزهر اقوى من ان يقول انت علي كأمي، لكن انت علي كأمي يقول لك ده كفاره يمين عادي، كفاره يمين عادي. لكن المالكيه قال لك لا، ده برضه ظهر. والظهار ان يقول الرجل لزوجتي انت علي كظهر امي، وخص الظهر دون البطن مثلا، لان الظهر موضع الركوب والزوجه مركوب الزوج. خد بالك بقى ان ايه، لو قال اي عضو غير الظهر ينفع برضه. انت علي كيد امي، كرجل امي، كعين امي، لازم عضو ظاهر. لكن قال لي انت علي ككبد امي، كقلب امي، كاحشاء امي، دي اعضاء غير ظاهره ما تنفعش، لازم عضو ظاهر. فهمت ازاي؟ احنا بنديك امثله عشان في رجاله مخهم طائر يقولوا اي حاجه قد يخطر في بالك ولا يخطر في بالك. في رجاله مجانين كتير. فاذا قال لها ذلك انت علي كظهر امي، ومش شرط امه بس، اختي، عمتي، خالتي، كل من يحرم عليه الزواج به حتى بيه، يبقى برضه ظهر. فهمت ازاي؟ مش شرط امي يعني، ممكن يقول اختي، سواء اخته من الرضاع او من النسب، وسواء امه من الرضاع او من النسب. فهمت ازاي؟ لا، ما يبقاش ظهر، لانها مش محرمه مؤبدا، لانها لها صوره تحل. فإذا قال لها ذلك أي أنت عليك ظهر أمي، ولم يتبعه بالطلاق، صار عائدا من زوجته ولزمته. يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي، أنت طالق، خلاص بقى بقت طلقة، انتهينا وخلصنا، صريحة واضحة وريحنا. لكن قال أنت عليك ظهر أمي وما طلقش، يبقى ده ظهار. فهمت بقى؟ وعلشان كده ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا من زوجته ولزمته حينئذ الكفاره وهي مرتبه. كفاره الظهر خد بالك مرتبه. وذكر المصنف بين ترتيبها في قوله والكفاره عتق رقبه مؤمنه. مو مذكوره في سوره المجادله. والكفاره عتق رقبه مؤمنه مسلمه. ما هي جت في ايه؟ قصه الزهر دي في ايه؟ في سوره المجادله. قد سمع قول الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها اللي هي خوله. وسوره المجادله دي نصف القران من حيث عدد السور. بدايه النص الثاني من حيث عدد السور، ما هو القران 57 سوره و57 سوره. يعني 114. هي رقم 58. يعني كأن نصف القرآن من حيث عدد السور، وعشر القرآن من حيث الأجزاء، يبقى نصف وعشر، يعملوها فزورة. هي السورة لنصف القرآن وعشر القرآن. فهمت ازاي؟ إجابتها سورة المجادلة. أنا بقول لك الفزورة دي عشان رمضان جاي بيقولوا في فوازير كتير. وهي السورة الوحيدة اللي فيها اسم الله بلفظ الجلالة الله في كل آية، وقد يتكرر في الآية أكثر من مرة، بس ما فيهاش آية يخلو فيها من لفظ الجلالة الله. دي السورة الوحيدة. فدي برضو من خصائص سورة المجادلة. المهم فبيقول لك إيه والكفارة، إحنا قلنا كفارة مرتبة، يعني ما ينتقلش لخصلة إلا لما يعجز عن الخصلة الأولى. بالترتيب كده. الكفارة عتق رقبة مؤمنة مسلمة، يعني مؤمنة يعني إيه؟ يعني مسلمة، ولو بإسلام أحد أبويها. سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، لازم رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. والعيوب ايه؟ مش اي عيب، العيوب المضرة بالعمل والكسب. كويس؟ اضرارا بينا، يعني ما تكونش عرجة، لان ده يمنعها، ما تكونش عندها شلل، ما تكونش عمية. رقبة سليمة من العيوب التي تمنعها من الكسب.
فإن لم يجد زي زمان احنا ما عندناش الرقاب دي خلاص، فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز عنها حسا أو شرعا. احنا دلوقتي حجزنا عنها حسا، تدور عليها ما تلاقيهاش إلا إذا رحت عند الدواعش بقى، واخد بالك؟ وأنت طبعا ما نستحقش تروح عند الدواعش، هيقطعوا رقبتك، هيقطعوا رقبتك على طول، حتى لو سمعت لهم القرآن كله برضه كافر في النظر، فابعد اوعى تروح لهم. فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز عنها حسا أو شرعا فصيام شهرين متتابعين، خاصة اللي بعدها على طول إيه؟ صيام شهرين متتابعين. ويعتبر الشهران بالهلال، افرض أنا صمت شهرين متتابعين ومن حظي الشهرين المتتابعين طلعوا كل شهر 29 يوم. حلو، متتابعين برضه. طالما بالهلال 29 يوم صح، تم الشهر. فهمت؟ الشرط يبقى 30. ولازم التتابع. افرض جه يوم 50 وافطر، يرجع يعيد من اول وجديد، يرجع يعيد من اول وجديد. فهمت؟ ولو افطر بمرض، ولو افطر بمرض، فهمت؟ طب واللي فات يبقى صيام تطوع مش كفار، ياخد ثواب صيام التطوع لكن لسه يعيد من اول تاني. فهمت؟ لكن لو اتجنن من كتر الصيام مثلا، يعني جاله دور جنان فاتجنن يومين او ثلاثة وفاق الحمد لله ودوه للدكتور وخد العلاج رجع له عقله، او مثلا دخل في غيبوبة ودخل العناية المركزة وفي الغيبوبة قعد فيها اسبوع ثلاثة، ده غير مكلف، لا يقطع التتابع. لكن المرض ما يمنعش التكليف، فهمت؟ والنوم ما يمنعش التكليف، لكن الغيبوبة والجنون يمنع التكليف فما يمنعش التتابع. فهمت بقى؟ الردة برضه تمنع التتابع لأنه مانع من الصوم، ما يعرفش يرجع تاني أما يسلم يعيده من أول وجديد. يبقى إيه؟ فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز عنها حسا أو شرعا فصيام شهرين متتابعين، ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل. لازم، لان ده صيام الكفاره ده صيام فرض، وصيام الفرض لابد فيه من تبييت النيه قبل الفجر. فاهم؟ بخلاف صيام التطوع اللي ممكن ينوي بعد الفجر. ولا يشترط نيه التتابع في الاصح، يعني ما يشترطش لما يجي ينوي ان ايه نويته صيام شهرين متتابعين، مش شرط، لكن المهم من حيث الواقع يجيبهم ورا بعض. فان لم يستطع المظاهر صوم الشهرين او لم يستطع تتابعهما، فنرجع للخصلة الأخيرة، فإطعامه 60 مسكين أو فقيرا، كل مسكين أو فقير مد. ما ينفعش أطعم مسكين واحد 60 يوم، لا، ده يعني لابد أن يبقى المساكين متعددين. يعني ما ينفع في كفارة اليمين ممكن إيه أطعم 10 مساكين، أجيب مسكين واحد وأطعمه كل يوم لمدة 10 أيام يمشي كفارة اليمين، لكن في الظهار ما ينفعش. فهمت بقى ازاي؟ لازم تعدد المساكين. طب وهل ينفع يلفق يعني يصوم شهر ويطعم 30 مسكين؟ تلفيق اهو. فهمت ازاي؟ ما ينفعش. ما ينفعش يلفق. يا يصوم ال 60 يوم يعني شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكين، ما ينفعش يلفق، ياخد جزء من الخصله دي ويكمل بجزء من الخصله الثانيه، ما ينفعش. فهمت بقى المساله؟ ما هو هناك وجهين على فكره، في ناس اجازه في وجهين، لكن في الظهار ما فيش فيها وجه. فيطعمه 60 مسكينا او فقيرا، كل مسكين او فقير يديله ايه مد، المد يعني كيلو الا ربع من غالب قوت البلد، كيلو الا ربع. كويس؟ ادي المد. من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر. وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد المكفر كبر اللي هو القمح وشعير لا دقيق وسويق. وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث، طب عجز عن الخصال الثلاث، استقرت في ذمته ايه؟ الكفارة، وما يقربش زوجته لحد ما يعرف يكفر. لو عجز يستنى بقى، ما يقربش لزوجته لحد ما يكفر.
فهم؟ فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعله، ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، مش كده برضو؟ والستين مسكين أصل مش لازم ورا بعض، يعني ممكن أنا أطعم من إيه 10 النهاردة مثلا، وبعدين أقعد أحوش قد شهر وأروح مطعم 10 كمان، وبعدين أحوش أسبوع وأطعم 10 كمان، واجمع العشر زي لحد ما اخلص الستين. الشرط يعني الستين في قعده واحده، واضح؟ ولا يحل للمظاهر وطئها، اي زوجته التي ظهر منها، حتى يكفر. ما هو قايل لك من قبل ان يتماس، مش كده برضه؟ بالكفاره المذكوره، والله تعالى اعلى واعلم. كده يبقى انتهينا الحمد لله، ونقف على فصل في بيان احكام القذف واللعان يوم الثلاثاء بعد القادم باذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما. اي تفضل.